هذا. وكما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتظهر طريق أهل الإجرام، فدرج أهل الإجرام على النيل من الإسلام وصرف المسلمين عن دينهم، درجوا على أمور منها تزيين الشهوات لأهل الإسلام وقذف الشبهات على أهل الإسلام تزهيدا لهم في الوحيين الكريمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإغراقا للشباب بل وللكبار في الشهوات والعياذ بالله من الشبهات والشهوات.